علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم هايلين، راكم شابين اليوم. إذا مرحبا بكم يا أطفال، وانتم كذلك راكم تشوفوا فينا. إذا حبيتوا تحضروا معنا وتشاركوا كما هاد الأطفال اللي راهم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا وتسجلوا عبر موقع الإنترنت نطلب منكم شيء فقط، هو الصبر شوية لأن التسجيلات كثيرة وكل الأطفال حابين يحضروا معنا وعمو يزيد حاب يجيبكم كامل الحصة. إذن شوية تاع الصبر راح تلتحقوا بينا كامل. في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم، يوم مهم مهم جدا، هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة اللي صادف يوم 3 ديسمبر. هذا اليوم هذا مليح أننا نتوقف عنده. عبركم ذوي الاحتياجات الخاصة ما يحتاجوش برك المساعدة والعطف كامل، يحتاجوا الإدماج، الإدماج في الحياة اليومية، يعني الإدماج في المدرسة، إدماج في العمل، يعني عدة قضايا لازم توقفوا في هذا اليوم هذه باش نترقوا لها. يا أخي وأنا اليوم جبت لكم مفاجأة راح نتكلموا عليها بعد اللغز. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي كلما أخذنا منه كبر؟ نعود اللغز: ما هو الشيء الذي كلما أخذنا منه كبر؟ أنتم والأطفال اللي يشوفوا فينا تاني يقدروا يفكروا ويجاوبوا عن اللغز عبر الإنترنت عبر موقعنا بهذا الطريق. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة، مبروك عليك الهدية. إذن تكلمت مقبلة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم أنا عندي لكم مفاجأة. راح نحط صديقي الأرنب، نحطه يلا ورايحين من شافي لا تشفوا. الأطفال اللي شاهدوا حصتنا اللي كانت مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في سنة 2015 كنا استضفنا طفل واسمه بلال. بلال هذاك الوقت جانا في كرسي متحرك يا أخي، واليوم بلال جانا يمشي. إذن بلال راح دار علاج مكثف في دولة شقيقة في مصر، وين راهو يقدر يمشي دركا. إذن تصفيقة كامل، نستضيف بلال. أروح بلال، تعال بلال، تعال تعال وليدي، يلا يلا وليدي بالعقل. صفقوا على بلال. برافو برافو برافو، شوفوا كاش يدور وحده، شوفوا كاش يسقم روحه وحده. هلا يلا وليدي، هلا نرجع شويه اللور، يلا هلا زيد شويه اللور بلال، زيد شويه برك. فوالا وليدي اقعد، الله يبارك. فوالا وليدي تكا هكذا، تكا في الكرسي. هلا وليدي برافو برافو، هذه خلاص ما نحتاجوهاش دركا. واش راك بلال؟ لاباس؟ راك فرحان؟ اعطيني الميكرو بوي، اعطيني الميكرو. واش راك بلال؟ راك فرحان؟ مرحبا بك مرحبا بك وليدي، مرحبا بك.
إذا شوفوا بلال كيفاش كان في كرسي متحرك بالإرادة نتاعو كاش راهو يمشي دركا. إذا تصفيقة تصفيقة وتحية لهذا التحدي هذا. برافو وليدي. إذا بلال راح يبقى معنا إلى غاية نهاية الحصة. فوالا تكا هكذا وليدي. برافو برافو برافو. يا أطفال اليوم كلفنا أيمن باش يدير لنا بحث عن محمد الإدريس المدعو عمر. إذا تفضل أيمن، تفضل تصفيقة تصفيقة لأيمن. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. اليوم جيت نحكي لكم على حياة محمد إدريس المدعو عمر. ولد في 15 مارس 1931 بمدينة قطرة بولاية بسكرة. زاول دراسته بمسقط رأسه، تعلم العربية والفرنسية كما حفظ القرآن الكريم. نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة اضطر إلى توجه إلى حياة المهنية، فاشتغل في مصانع الأحذية وتنقل إلى باتنة ثم العاصمة. عند اندلاع الثورة تكلف بالاتصالات في مدينته. منذ 1955 انضم إلى جيش التحرير الوطني بالأوراس، ومن الأوراس انتقل إلى الصحراء لعمل رفقة الشهيد عاشور زيان. في ماي 1957 سافر إلى المغرب رفقة عقيد لطفي والتقى بعبد حفيد بوصوف. سنة 1957 عين رائدا تحت قيادة عقيد سيل حواس الذي كلفه بقيادة الولاية السادسة أثناء سفره إلى تونس. ولذلك رافق عمر إدريس عقيد سيل حواس وعميروش في طريقهما نحو تونس، ووقع الجميع في كمين تحول إلى معركة ضد قوات فرنسية يوم 29 مارس 1959 بجبل تامر، واستشهد عقيدان بينما جرح عمر إدريس وألقي عليه القبض. بعد أن عجزت القوات الفرنسية على حصول على أي معلومات أثناء إسقاط قامت بإعدامه بنواحي مدينة جلفة. شكرا 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 إيمان. رحم الله الشهيد. واش رايكم يا أطفال؟ أنا كنت درت أغنية لذوي الاحتياجات الخاصة واسمها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. اليوم راح ما نورش بلاستي، راح نغنيها لبلال. يا أخي يلا تغنوا كامل معايا. هاي عزيمة. إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي حتى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا المعاق وعزيمة، إلهي ربي قادر
لكنني أثابر لغاية العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغاية العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغاية العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديما، لكنني أثابر لغاية العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاية العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاية العظيمة. برافو 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 برافو، تحية تحية تقدير لبلال. بلال تفضل، بلال اقعد، اروح بيدي فوالا. برافو برافو برافو. انا كي نشوف بلال، اقعدي بنتي اقعدي قدامه، هذه اختو، اختو اللي ترافقو دائما. انا كي نشوف بلال هكذا في الاغنية يقول لطموحي لا حدود وحياتي تحدي وصمود، حبيتكم تشوفوا كامل والاطفال اصدقائنا تاني يشوفوا كيفاش بلال بالإرادة قدر يمشي. حتى الإنسان دائما يكون عنده هدف في الحياة نتاعو باش يوصل له بالتحدي والصمود. يا أخي إذن تحية أخرى لبلال، برافو. تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا دركا نرحبوا كامل بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. تفضل عمو سليم، تفضل تفضل عمو سليم. برافو 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 عمو سليم، برافو عمو سليم. تحبوا الحكاية يا أطفال؟
إذن عمو يزيد راح يحكي لكم اليوم حكاية الديك والزهور. يلا معايا. يا أطفال، كما وعدتكم قبيلة راح نحكي لكم حكاية الديك والزهور. واحد النهار كان واحد الديك في الغابة، كان هو أجمل الكائنات، كان صدره أحمر، ذيله صفار، عنده قاع الألوان ويتباهى بها هكذا قدام قاع الحيوانات وكامل، ويخرج صدره هكذا ويقولهم أنا الجميل، أنا اللي عندي الألوان الجميلة في الغابة وكامل. واحد النهار هذاك الديك مرض، جاه مرض الألوان تاعو قاع راحت، وصبح كل يوم يصبح كئيب هكذا، باسكو الألوان تاعو بدات تروح وكامل. قعد واحد النهار يمشي في الغابة هكذا، يمشي وهو زعفان كئيب، يعني ما كانش كما العادة. شافوه الزهور، كان واحد الزهور زهرة زرقاء، زهرة حمراء، وزهرة خضراء. قالوا وش بيك يا الديك هكذا؟ قال لهم أنا كنت بألواني وكنت جميل، وكانت كاع الناس تشوف فيا، وكنت أنا أجمل حيوان في الغابة وكامل، ودركا راحوا لي كاع ألواني وخلاص، مانيش حاب نعيش أنا خلاص، وديبريما جا كان كئيب وكامل. بعد هذوك الزهرات هذوك في ثلاثة قعدوا يهضروا مع بعضهم هكذا، قال لهم علاش ما نديروش حاجة ونرجعوا له الألوان تاعو، احنا باللون تاعنا احنا الأزهار نساعدوه باش يرجعوا له الألوان تاعو. راحوا عنده قالوا له يا ديك احنا راح نساعدوك باش نرجعوا لك الألوان تاعك. وبداو كل زهرة باللون تاعها تروح لهذيك المنطقة هذيك اللي راح لها اللون، واحدة عطته لون أزرق، واحدة عطته لون أصفر، واحدة عطته لون أحمر. وبعد شاف روحه رجعت له الألوان هكذا، رجعت له الروح. شوفوا كيفاش هذوك الأزهار كيفاش ساعدوا هذاك الديك باش رجعوا له الألوان دياولو. يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكاية، يجب مساعدة والعطف على المحتاج. بالضبط، برافو بوبي. إذن تصفيق على بوبي، تصفيق. برافو. إذن يا أطفال، يجب دائما العطف ومساعدة المحتاج، يجب العطف على المحتاج ومساعدته. يا أخي كي نشوف واحد محتاج لازم نساعدوه. يا أخي تحبوا مساعدة الآخرين؟ برافو، على بالي شاطرين، على بالي. يلا معايا يا أطفال، الحقنا دركا الركن النكت، ماذا بيا؟ شكون اللي يحب يحكي لي نكتة؟ يلا أروحي بنتي، أروحي، جيبي الميكرو عند بوبي، جيبي الميكرو عند بوبي وتعالي. تعالي أروحي بنتي قعدي. واسمك؟ ميديسا. وين تسكني ميديسا؟ في السومعة. في السومعة، خير ناس. احكي لنا. كان واحد الخطره واحد الراجل راح يسافر، ركب في القيطار، جات قادت قدامه واحد المراه كان عندها كانيش. هذاك الراجل اللي كان قاعد كان حاشك صباطو فايح، هذيك المراه هو كي رقد وميت له صباطو متاقه. بعد هو كي ناض قالها وراه صباط، قالت له ورميته. بعد هي عسى حتى كي رقدت ورمالها الكانش، قالها وراه بيبيط، قالت له بيبيط تبع صبيبيط. برافو. شكون اللي عنده؟ تعال. نعم، تعال اقعد. واسمك؟ احمد هواري. وين تسكن هواري؟ في القليعة. في القليعة، احكي لنا. عندي غنية. غنية يلا. عليك مني سلام يا أرض أجدادي، فيك طاب المقام وطاب إنشادي. برافو. ها؟ ايه تقدر تمسو. قداش عندي؟ لا مسو برك. تحب الحيوانات؟ هاك شدو عندك. يلا. ايه شفت؟ تخاف؟ هاك خايف؟ خفت يخبشك، ما راح تقعد ليك.
وشن اروحي تعالي واسمك امين اروحي اروحي قعدي هنا او اسني اطلعي قعدي فوالا اقعدي هكذا واسمك امين شحال في عمرك امين امين الله يبارك واش تعرفي ديري تعرفي تغني لنا اغنيه اي غني لنا يلا هيا ما حبتش معليش يلا اروحي بنتي تعالي اقعدي واسمك ماريا ماريا شحال في عمرك ماريا 10 وين تسكني بالمرادريس احكي لنا النكته تاعك عندي غنية يلا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنام أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب نور يا ربي دربي واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب شكرا يا رب برافو 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 تفيق عليها برافو بنتي شكون عنده نكتة يجي يحكيها لنا تعالي اقعدي واسمك فلا اقعدي فلا اقعدي شحال في عمرك 2 وين تسكني في لوساندي لوساندي الله يبارك احكي لنا قالك واحد النهار واحد الاستاذ قال التلميذ تاعو قالها واسمك قالت له وعد قالها والله ما نلقى حتى واحد هو عم بالو قالت له وعدني بلي ما تقول حتى لواحد برافو 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 يا اطفال الحقنا دركا تعالي تعالي اروحي بنتي تعالي فوالا تعالي بنتي اروحي اروحي تعالي 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 اقعدي واسمك فرح فرح وين تسكني فرح في الصومعة في الصومعة ولاية البليدة ما جبتي لناش وردة مدينة الزهور معليش واش حبيتي تحكي لنا واش حبيت تغني يلا غني نحبك ماماتي ونحبك اباتي انتوما حياتي بس وسعادتي يا ربي زقهما جنة من الجنات يا ربي زقهما جنة من الجنات واغفر لهما الذنب يا رحمن واغفر لهما الذنب يا رحمن انا احبك يا امي ونحبك يا ابي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي برافو 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 انا نحط صديقي الارنب الحقنا الركن الجواب عن اللغز انتم شاطرين على بالي الشيء الذي كلما اخذنا منه كبر اروحي بنتي تعالي 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 اروحي واسمك ايمان وين تسكني ايمان سعاده في السعاده صالون بي يعني خيار الناس خيار الناس وش هو الجواب الحفره الحفره برافو 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 اذا الجواب هو الحفره اسني بنتي قعدي تما اعطيني الهديه تاعها حنا الشاطرين الشاطرين دائما نعطوهم هديه هذه الهديه تتمثل في قبعه مع عمو يزيد
تحميك من أشعة الشمس الضارة، وكذلك نعطو لك سيدي من حق الطفولة فيه 22 أغنية لعمو يزيد، إن شاء الله يفيدوك بنتي. اتفضلي، فوالا صحة لك. شكرا، شو تفيق عليها تفيق عليها. حنا اليوم لحقنا الركن عيد الميلاد، واليوم المفاجأة أنه عيد الميلاد هو عيد ميلاد بلال. إذن نغنوا له كامل عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو تاع بلال. يلا يلا يا أطفال تحكوا بيا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يربي لك 100 سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يربي لك 100 سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو. اذا بلال 11 10 9 8 7 6 5 4 3 زوج 1. برافو 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 برافو. اذا بلال كل عام وانت بخير. حصه مع عمو يزيد تحدي لك شهاده مشاركه لسعد الدين بلال في لانجاح تصوير حصه مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل هذا اللي انتم تاني كامل في الخروج نتاعكم، غير تخرجوا منا من الحصة رايحين يكونوا الشهادات في انتظاركم باش تاخذوهم معكم كذكرى تحتفظوا بهم. يا اخي تفضل بلال، برافو. اذا وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. ابقوا على خير. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.